السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شهوات أم العربي. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد المسمنة كبيرة في الفران، كتجي مورقة ولذيذة بزاف. هاد المسمنة في الصغار ديالنا كان والدينا كيرشوا عليها القرفة ولا سكر كلاصي ولا سنيدة. انا اليوم غنديرها لكم على شكل ديك الفطيره اللي بالجبن والعسل، غنديروها بالجبن وبالعسل. لهاد الوصفه غادي نحتاجوا الدقيق اللي فورس فيه 400 غرام 300 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، مع 100 غرام ديال الدقيق الفينو، اي المجموع ديالهم 400 غرام. مع هاد المكونات غنحتاجوا كيس ديال هادي، شويه ديال الملحه نص معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، كيس ديال السكر فاني، وغادي نهنتو الخميره المعجونه قد الحمصه ديال الخميره المعجونه، ما كتروهاش بزاف. وطبعا غنحتاجو شويه ديال الماء دافي اولا على حسب الجو، بحال دابا الجو سخون نديرو غير الماء بارد. الطريقه غادي ندير كلشي هنايا، في العجان نزيد هذيك القبصه ديال الخميره، وغادي ندير الماء، وغادي نديرها تعجن مزيان وتدلك ونخليها ترتاح ونطلقها. العجينه ديالنا من بعد ما دلكات مزيان كيف كتشوفوا، دابا غادي ناخذ شويه ديال الزيت، غادي ندهن شويه وغادي نديرها على شكل كرات. غادي نخرج منها 4 ديال الكرات، هاد العجين 4 ديال الكرات، قلت 4 ديال الكرات. غادي يجيو كبار شويه. هنا كيف كتشوفوا درتهم 4 د الكرات، 3 كلهم قد والرابعه كبيره، لان هي اللي غنديروا فيها كلشي. هي الاخرى غادي نغطيها من دابا وغادي نرتاحوا. بالنسبه للتوراق غادي نحتاج الزيت وغادي نحتاج الزبده، وبالنسبه باش غادي قلت لكم بالعسل والجبن غادي نحتاج جبن كريمي، اي جبن كريمي. غادي انا غادي ننزلهم في الطبله، وغنحتاجوا شويه الجبن الاحمر اولا جبنه الموتزاريلا اللي عندكم، ومن غطيب عاد غادي نحتاجوا شويه العسل باش غادي نسقيوها. كيف كتشوفوا العجين ديالنا ملي ارتاحت ها هي صافي كتولي عاطيه الطوع. دابا غادي نبدا نورق فيها. طبعا قلت لكم غنحتاج الزيت والزبده للتورق، اما الجبن وهذا باقي يلا غادي ننزلهم. انا كنبقى نعطيكم كل حاجه بمرحله بمرحله. غادي نبدا نورقها، هانتو ملي كترتاح العجين كنلقاوش معاها مشكل. هنا غادي ندهن بالزبدة كاملة، هذا بحال الرغيفة ديال الزبدة اللي كاين كيف قلت كان كيديروا لنا الأمهات ديالنا. وغادي نطوي وندهن، نطوي وندهن باش تجيني كلها مورقة ونربعها. هذه كتجي بحال الملوية كبيرة. بحال هكا غادي نحطها وناخذ الكره الثانيه وندهن حتى هي ونورقها. هنا كيف كتشوفوا ورقت هذه الثانيه، حتى هي غادي ندهن بالزبده. هنا الزبده اللي درت
كيف كتشوفوا فيها فراها زبده بلديه، ماشي لا زبده العلبه ولا زبده. كل ما نطوي ندهن بالزبده، نحطها عاوتاني على جنب وناخذ الكره الثالثه. ونورقها حتى هي هكا حتى نكمل الرابعه. كيف كتشوفوا مني كملت الكرات ديالي بربعه، غادي نحطها هنا وغادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح وعاد نطلعها باش نكملوا حتى تتم التحضير. هنا الزبده راه دير 100 غرام ما كملتهاش، والزيت كيف كتشوفوا ها هو باقي. كيف كتشوفوا بالنسبه ليا الرغيفه ديالنا ملي ارتاحت غادي نحطها هنا كيف كتشوفوا، وغادي نحاول باش بغيتها انايا تجيني دائريه غادي نجمع ليها هاد الجوانب ديالها هنا في الوسط. بحال هكا على شكل ديك المخمر اللي كنديروه اللي كيجي مورق، وغادي نقلبها مباشره في الطاوه اللي غادي نديرها فيها، وغادي نخليها عاوتاني ترتاح شويه باش دغيا تقرص وغادي نطلقها. هنا من بعد ما ارتاحت ليا العجين وعطاتني الطوع يعني باش تقرص، غادي نقرصها قدامكم على قد الطاوه هذه، الطاوه ديال الفران ديال الضو. شتي كتولي سهله اننا نقرصوها. الفران راه دايراه حتى يسخن كل وحده، وكي كطيب المسمن ديالها في الدار. المهم غير هذا ديروا العافيه تكون عليه من الفوق ومن التحت، الا ما عندكمش العافيه من الفوق ومن التحت صافي معليش. صافي ها هي تقرصات. نتوما كي بغيتوها رقيقه ولا غليظه، هي من الاحسن ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. دابا غادي ناخذ الجبن، قلت لكم اي جبن عندكم كريمي. هنا كيف كتشوفوا انا راه دايره فيلادلفيا، ممكن ديروا اي جبن عندكم. غادي هنا واحد هانتوما كتشوفوا، وغادي نشوف الا ما كفانيش غادي نزيد. المهم هو خصها تدهن مزيان بالجبن، لان هذا الجبن هو اللي غادي يعطيها داك المذاق اللي مختلف على القرفه ولا السكر كلاصي. حنا غنديروا دابا ما بين الملوحه والحلاوه. صافي كنظن هاد الكميه اللي درت ديال جوج معالق كبار عامرين ماشي شي كميه
دابا غادي ناخذ جبنه الموتزاريلا اولا ديروا الجبن الاحمر. غادي ندخلها الفران. طيب الرغيفه ديالنا في الفران كيف كتشوفوها نتوما كتجي مرقه ومقرمشه ملي كتخرج من الفران، هي باقا سخونه. دابا غادي ندير فوق منها شويه ديال العسل. انتو كتشوفوا انا راه عندي هذا العسل اللي مزيان. المهم ثم كل واحد وعلى حساب حتى الحلاوه، واش تبغيوها حلوه كتبغيو، لان هي هذا الجبن والعسل تيعطيها واحد المذاق غزال بزاف. صافي تقريبا واحد جوج معلقات كبار غادي ندهنهم بالشيتا. ندهنهم عليها كاملين كامله هكا صافي. وغادي نعمر البريدات ديالها تاي وغادي نقدمها بالصحه والراحه. كتجي لذيذه بزاف وكتفكرني في داك بحال البطاق ديال الفطير المشلتت اللي كيديروه المصريين، لان كاين واحد النوع تيديروه بالجبن. صافي بحال هكا. وهذه هي الرغيفه ديالنا ولا فطيره ديالنا بطريقه الرغيف ولا شنو نسميوها. المهم هو الفكره غادي نخليها حتى كانت تبرد وغادي نقدموها بالصحه والراحه. وهذه هي الفطيره ديالنا ولا المسمنه ديالنا في الفران بالجبن والعسل، كتجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا. كتاخذ داك اللوين دوغي زوين، وعاد بغيت نوريكم هانتو كي كتجي من التحت كتجي محمره هانتو، وسمعوا التوراق كتجي هانتو الوريقات كتجي كلها مورقه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، والا عجبتكم كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، اشتركوا بقناتي قناه شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.